عليكم أصدقائي، مرحبا بكم. أنا كنا بكيش في بيتر كابس، سوف أحكي لكم قصة يتيم. كان هناك فتى يتيم يمتلك قطعة أرض له ولرسل آخر معه، فأراد أن يقسم أرض، ففكر في بناء السور، وبالفعل بدأ أن يبني السور. فواجهته مشكلة، أن النخلة اعترضت طريقه، فقال للرجل الآخر أعطني نخلتك. فقال لا، فقال سوف أستريها منك. فقال لا، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، فقال اذهب وناديه. فذهب وأتى هو الشخص الآخر، فقال له أعطي أخيك النخلة. فقال لا، فقال أعطي أخيك النخلة. فقال لا، فقال أعطي أخيك النخلة فسوف تكون لك نخلة بالسنة. فقال لا، كان هناك واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أبو الدحداح، وله بستان كبير في المدينة منورة. فقال رجل إذا طيت بستاني للرجل الآخر سوف تكون لي نخلة في السنة. فقال رسول نعم. قال فذهب إلى الرسول الآخر فأخبره أنه يستطيع أن يأخذ بستانه، وقال ويشتري نخلة. وقال نعم. فذهب أبو الدحداح إلى الفتى اليتيم فأخبره ففرح، وأكمل بناء السور. وهكذا فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي الدحداح ودعا له كثيرا. إلى اللقاء أصدقائي.